مجد للإسلام، أنشودة المستقبل لراية القرآن، لكل آت أجمل المجد للإسلام، أنشودة المستقبل لراية القرآن، لكل آت أجمل المجد للإسلام، المجد للإسلام، المجد للإسلام، المجد للإسلام، المجد للإنسان الحر والأصيل، الثابت الإيمان بالمبدأ النبيل، المجد للإنسان الحر والأصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها الأخوات المستمعات الفاضلات، أيها الإخوة المستمعون الأكارم، يا كل الأحبة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج صناعة المجد، وهو برنامج يمد يديه لجميع المستمعين ويفتح نوافذه مشرعة لكل القلوب المؤمنة، كي يساهم كل منا من حيث يتقن ويعلم، يساهم في صناعة المجد لهذه الأمة التي تستحق أعظم المجد. ولكن المجد ليس تمرا نأكله، ولن نبلغ المجد حتى نلعق الصبرة، لن نبلغ المجد حتى نتعاون ونتعاضد على قلب رجل واحد لهدف سام نحققه معا فيرضى الله عنا. وهذا ما أردناه في برنامجنا صناعة المجد، وإن صناعة المجد منتهى الغاية الأولى، ولهذه الغاية لابد من وسائل، والمجد منتج نبتغيه، ولهذا المنتج لابد من صنائع علينا أن نتقنها، ولا يتأتى المجد لنا إلا بإتقانها، وهي مجموعة من الركائز والصنائع التي عملنا منذ بداية انطلاقة البرنامج عليها، ولكن إحدى هذه الصناعات المهمة نركز عليها اليوم، وربما نحتاج إلى أكثر من حلقة لها، ألا وهي صناعة القلوب. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكأن هذا الحديث الشريف يمنح يمنهج برنامجنا، أو كأن البرنامج يسير على المنهج النبوي في الإشارة بهذا الحديث إلى أن صلاح الأمر مرتبط بصلاح روابطه، وصلاح المجد مرتبط بصلاح القلوب. إذن دعونا نتعاون معا على صناعة القلوب ليصلح بصلاحها جسد الأمة. صلاح القلوب هو الموضوع الذي اقترحته الأخت المستمعة الفاضلة جيهان جرادات، ونحن لبينا الدعوة يا أخت جيهان، ومستعدين لتلبية كل الدعوات والاقتراحات التي ترونها مستمعين الكرام، وقد توافق هذا الاقتراح توافق هذا الاقتراح لأختنا الفاضلة مع شعورنا كإعلاميين أو تربويين أو أهالي بالحاجة الماسة لبحث مشكلة عند أبنائنا تقض مضاجعنا وترهق تفكيرنا وتقلق أنفسنا، ألا وهي انغماس الشباب وأكثرهم ممن يصنفون أطفالا، انغماسهم بشهوة المتابعة للأفلام والصور الخليعة الماجنة. وقد كنا نتحفظ سابقا من أن نبحث مثل هذه المشكلة بحجة عدم لفت الانتباه لمن لم ينتبه لها فيقع في مهلكاتها دون أن نقصد، ولكن المشكلة فاقت الحد، وما عاد هناك متعامل مع الإنترنت بل وكافة وسائل الإعلان وتكنولوجيا الانفتاح على كل شيء لم يتعرض لمغريات المتابعة وشهوتها. صورتان من الحياة قائمتان بوضوح، الأولى لأب أشغلته مشاغل الحياة عن أن يتابع أبنائه، فإذا بمدير مدرسة ابنه يصدمه بضبط أكثر من 20 فيلما إباحيا ومئات الصور الخليعة على جهازه الخلوي. ابنه في نظره ما زال طفلا لم يتجاوز 13 عاما، وما زالت كل مظاهر نموه تشير إلى أنه لم يبلغ بعد، بل هو في هيئته أقرب للفتيات الصغيرات. لم يتمالك الأب نفسه وبكى كما لم تبكي النساء. وصورة أخرى المراهق في أول مراهقته يعاقر الإنترنت، نعم يعاقر الإنترنت ككثير غيره، وربما يدمنه أكثر من غيره، يلمع أمام ناظريه في كل صفحة يفتحها رابط لموقع خليع أو صورة إباحية، ثم تراه ودون أن تكون قريبا منه ودون أن يكون قريبا منه أحد يقفز عن كل ذلك وكأنه لا يراه، هنالك شيء يمنعه. سؤالنا الآن للنقاش من أجل صناعة قلب نقي تقي كقلب هذا المراهق يقفز عن كل المغريات أمامه، فما مما يتوافق مع ضعف مقاومته أصلا لمن هم في سنه ومرحلته العمرية. السؤال، ما الذي يمنع الثاني من أن يلاحق ولو من باب الفضول، هكذا من باب الفضول، روابط الإباحية؟ وبالمقابل ما الذي يدفع الطفل الصغير ليتتبع هذا العدد من الأفلام؟ ضيفنا الدائم في برنامج صناعة المجد خبير التنمية البشرية دكتور محمد بشارات، أرحب به باسمكم مستمعينا الكرام ليجيب عن هذا السؤال او عن هذه التساؤلات الصعبه.
ولعلها تكون سهلة عليك إن شاء الله. ربنا يسهلها عليك جميعا. يا دكتور علينا ويسهل علينا جميعا. نعم أدعوكم مستمعينا لمشاركتنا الحوار والرأي، ونرجوكم أيضا مشاركتنا بتجاربكم سواء نجحت لنقتدي أو فشلت لنهتدي. تابعونا على الهواء مباشرة عبر نبض البرنامج 09-233-1010، وكذلك عبر موقعنا على الإنترنت www.quran-radio.net، وكذلك أيضا على صفحتنا صفحة التفاعل الفيسبوك. بعد الفاصل مستمعينا الكرام نعود إليكم، فكونوا معنا. بمبدأ النبي المجد للإنسان الحر والأصيل، الثابت الإيمان بمبدأ النبي، بحامل القرآن في وقفة المصير، المجد للإسلام أنشودة المستقبل، لراية القرآن لكل آت أجمل، المجد سمعنا كرام. مرة أخرى أرحب بكم بضيفنا، ضيف هذا البرنامج الدائم الدكتور محمد مصطفى بشارات. أهلا بك يا دكتور مرة أخرى. حياك الله محمد. نحن أمام إشكالية صعبة، القلب النقي التقي، صناعة القلوب. فما هو القلب؟ ولماذا كان دائما القلب مستقر الإيمان الصلاح أو مستقر الضعف والفساد؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكرك مرات عديدة ومتكررة إن شاء الله، أنت وكل طاقم إذاعة القرآن الكريم، على أن أكون دائما معكم في هذا البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن يكون جميعا في ميزان حسناتنا، يسعدنا وأن نلقى الله سبحانه وتعالى وقل يا رب قدمنا شيء لعلنا نتقرب فيه إلى الله زلفى. نعم. إن شاء الله. صراحة موضوع صناعة القلوب من المواضيع الحساسة جدا. نعم. لأنك تتحدث عن القلب، هذا القلب اللي فيه الفؤاد، وهذا القلب مستقر التفكير ومستقر الاتزان ومستقر الحكمة. هذا القلب الذي إذا صدأ خفنا على الإنسان، وإذا أغلق قد ضاعت عليه حياته. هذا القلب إلا إذا لم يكن عامرا بذكر الله، عامرا بالإيمان، نقيا تقيا، هذا القلب ضاع. لذلك كما قدم في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن في الجسد مضغة، هذه المضغة خطيرة، هذا القلب خطير. لذلك كان حديثنا عن هذا القلب الذي لابد أن يصنع صناعة صحيحة، وأن يملأ بمشاربه المرتوية، مشارب القرآن والخلق والسمو والقيم الإنسانية التي دائما لابد أن نعززها في أبنائنا، وأن نزرعها في هذه القلوب. لأنه حقيقة، ورغم أن سيكون حديثنا اليوم عن كثير من هذه المواضيع، لكن حقيقة إذا صنعت قلبا نقيا لا تخف حتى لو أزاحته الأمور، حتى لو تعرض لها فوات نزوات، إنما صفاء الابتداء يرده ويرجعه بإذن الله ليكون على المسار، ليكون على هذه الطريق. لذلك لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد، قال وما جلاؤها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ذكر الله. تخيل ذكر الله اليوم بتحدث عن جلاء لهذه القلوب وعن تنظيف. ذكر الله اليوم له علاقة حتى كمان علميا، في كثر ذكر الله وحفظ القرآن يبعد عنك مرض الزهايمر ويجعلك صاحب ذاكرة خارقة. ذكر الله يجعلك إنسان مطمئن. أبحاث في أحد الجامعات الأمريكية تثبت أنه لما تقول فقط كلمة الله تحصل على السكينة وتكون بعيد عن التعرض للاكتئاب، فما بالك من أنه يكون الله في القلب أيضا وذكر الله في القلب. هذه القلوب التي نتحدث عنها اليوم إن شاء الله في صناعة القلوب، ولعلنا اليوم نتشارك نحن والمستمعين الكرام، ونتشارك في خلال هذا البرنامج أن نوجه الأبصار اليوم ونجعل الفوكس اليوم على هذه القلوب. نعم. حتى نساهم جميعا في أن تكون نقية. نعم. تقية، وأن نملأها إن شاء الله بذكر الله، ثم نملأها بما بالخير وبالقيم التي تحصن أبنائنا كما تفضلت من الفتن
الكبيرة من المصائب التي يتعرض لها في كل لحظة في كل زمان في كل وقت. والله ما تراه اليوم يعني احنا نخاف على الجيل اليوم. هذا الجيل هذا رأس مال الحقيقي. احنا لا نملك بترول ولا نملك المال، اننا نملك الشباب الفتي. والشعب الفلسطيني هو كله شباب، يعني في النهاية ما في عندنا عجاز، احنا كله جيل شباب وجيل فتي. هذا الجيل اذا صنع صناعة حقيقية وصنع بصناعة إيمانية تقية قيمية إنسانية، سنكون هو الجيل الذي يؤسس لنا مجدا ويؤسس لنا خير لهذا المجتمع وانسجاما وتناسقا، ثم أن يكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. هذه القلوب التي سنتحدث عنها وسنغوص في كيف تكون في تكسب هذه القلوب، وكيف الأب لابد أن يتحلى في مهارات هامة في التعامل مع أبنائه، وكيف الأم اللي لابد أن تتحلى في مهارات في الحفاظ على أبنائها، لأن كسب القلوب ليس فقط متعلق في الإنسان الغريب، وإنما أولا لابد أن تكسب ابنك بنتك زوجك وزوجتك. نعم. إذا استطعت أنت تستطيع أن تكسب الآخرين. نعم. لا أدري ما العلاقة، وإنما أسمح لي يعني هو فضل. تفكير بصوت مرتفع، ما العلاقة ما بين ما تفضلت به قبل قليل والمثل الذي يقول أنا لا أستطيع أو أنا أستطيع أن آتي بالحصان إلى النهر ولكن لا أجبره على أن يشرب؟ ما القريب من هذا الكلام في إجبارنا أو صناعتنا نحن بإجبار لقلوب أبنائنا كما نريد، أم أن القلب يصنعه صاحبه؟ يعني بصراحة الموضوع كما قلنا إحنا في البداية هو حساس، لأنه في النهاية حديث عن موضوع خطير هو القلب. هذا القلب الذي هي بين يدي الله سبحانه وتعالى يقلبها كيفما يشاء، فالحديث عن هذا القلوب خطير. لذلك أنا أذكر هنا قول الله تعالى وهذا مهم، وهو الذي يعني لعله مؤشر للأهالي والآباء والأمهات: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. صحيح قد لا تستطيع أن تجبر إنسان على أن يتغير، لكن إذا قرر أن يتغير للخير سيتغير وسيقود المركبة وسيكون إنسان رائد في هذا الموضوع. بس أديش أنا بكون دوري كأب وأم، أسهل أدلل أخذ باليد وحفز، لكن بدي أذكرك مرة أخرى أبا محمد، إذا كان ابني طفلا فإنما أبواه يهولانه من الصغار أو مجسانه، بمعنى إذا الأب هما من يصنع هذا القلب ويصنع هذا الإنسان. والله سبحانه وتعالى ما تحدث عن سيدنا موسى عليه السلام قال ولتصنع على عيني، إذا تستطيع أن تصنع ابنك على عينك وأن تكون مراقب عليه وأن تكون أنت الذي تملأه بالخير أو تفليته فيمتلئ غير ذلك أو يملأ بالشر، وقد يكون الشر من الأب والأم. فأديش أنت بتكون كأب وكأم حريص وواعي لهذا القلب أن تملئها بذكر الله، أن تملئها بالخير، أن تملئها بالقيم بالأخلاق. نعم. أن تكون معه مفتوح ولا أن تكون معه منغلق، لأن هذه القلوب بدها انفتاح وبدها رقة. هذه قلوب يعني ما تقول قلب تتحدث عن العاطفة والأحاسيس والمشاعر، ولا تتحدث عن السلط والاستبداد والقمع والضرب، إنما تتحدث عن قلوب. ولابد أن يكون حوار الآباء مع أبنائهم والأمهات مع بناتهم حوار القلوب إلى القلوب، لأن ما يخرج من القلب إنما يستقر في القلب. بالتأكيد. حتى لا نطيل على الأستاذنا الفاضل الأستاذ فتح الدلال. السلام عليكم أستاذ أبو أسعد. السلام الله يعطيك العافية. يسعد هالمساء أستاذ أسامة ويسعد مساء الدكتور محمد بشارات. تدحفونا دائما بالفعل بالبرامج والمواضيع الهامة جدا لمجتمعنا، إن شاء الله بس الكل يستفيد منها. أنا بدي أبدأ بقول اللي عنده دين لا تخاف منه ولا تخاف عليه. نعم. والناس على دين ملوكهم، ولا أقصد الملوك ملوك السلطة وملوك العرش لا، وإنما الأب والأم. الأب والأم. نعم. الأب والأم. أنا بسمع في بداية البرنامج يا سيد أسامة وأستاذ أسامة وأستاذ محمد إنه البليفون. نعم. اللي وجد مع الولد ويجد وعديد من البليفونات اللي فيه أفلام ساقطة وغيره، من أتى لهذا الولد بالبليفون؟ أليس الأب أو ليست الأم اللي أجبرت الأب أن يجيب له بليفون؟ يعني أنا بدي أسأل سؤال، أنا لما يكون ابن عمره 12 أو 10 حتى والله إنه يا أستاذ يا أستاذ يا دكتور في أولاد 7-8 سنوات يحمل بليفون اللي أنا مش هذا أشري أو أعرف له كمان. صحيح صحيح. يعني صحيح. أنا بدي أسأل سؤال، وين هل في أب أو أم في يوم من الأيام بدي أتابع أو أشوف شو في بهالبليفون اللي ابني أو الأب يشوف فيه؟ للأسف احنا بس بهمنا انه نكون اولادنا يقولوا عننا احنا منع، يعني كويس انت منيح، ولكن يجب ان تراقب. عدم المتابعة وغياب المتابعة والمراقبة من جهة الام والاب هي سببت في اولادنا. احنا بنحمل امراض المدارس المسؤول، يا عم المدارس الله يكون بعون المعلم، الله يكون بعون مدير المدرسة، الله يكون بعون المعلمين. حتى لو تروح للمرشدين الاجتماعيين
وأنا بتشكرهم جدا اللي هم دائما بالفعل إنهم يحتفظوا بالأسرار. لو بدك تسمع منهم وتشوف شو منهم عن قضايا يعني بشيل العجائب. نعم العجائب العجائب العجائب. فأنا أول شيء أنا بقوله بصراحة الأب الغائب عن البيت والأم الغائبة وأمرار المتسترة مش كل رماياتها المتسترة على أمرار موضع. نعم. هذا الكلام. ولذلك إحنا المفروض فينا إن نتابع إن نراقب أولادنا يا أخي. بعدين إنه مش كل ما الولد بده شيء رأسا نوفر رياه. نعم. المفروض إنه يشعر الولد إنه هذا الشيء إذا لازم له بيجيب له يا أبوه مش لازم يعني. ولذلك هلا في تغيب الأب والأم. بتحداك إذا في من كل 100 عائلة أو 100 أسرة بعد الأب أو الأم بعد هو أولاده وبعد يتحدث مع بعض في الحديث الإيجابي الحديث اللي من القلب للقلب. شو السبب؟ في هناك أمور تبعدنا للأسف. المسلسلات اللي بديش عن ساقطة الغير اللازمة البرامج اللي مش لازمة للأسف. وحديث أنت اسمع حديث الشارع هذا شو بده يطلع الولد شو بده يطلع الولد نسخة عن البيت بده يطلع بده يخلد. ولذلك بقول لك انا زي غيري او الاب بقول لك ابو زي يا عمي كويس انت زي ولكن الرأي دائما ان يتابع الولد يراقب الولد نبحث يا اخي مش عيب ان افتح هلا اعطيني تليفونك بدي اطلب هالنمره حتى بصوره مباشره وغير مباشره اعرف حتى وبدي اخليه يعرف انه انا بدي افتش تليفونه. لانه للاسف يا اسامه وانت يعني من خيره التلاميذ والطلاب اللي كنتوا لا تزال على اخلاق عالي والدكتور محمد بارك الله فيه يعني انه هذا. ولذلك انا بقول الاب والام لازم يكون في لهم دور. المعلم مش غلط والمرشد الاجتماعي اللي يكون دوري هذا حتى نجد الشباب ذات المجد. واحنا اليوم انت بتحكي عن المجد وما مجد احنا ما ننسى والله في امهات وفي معلمات وفي مديرات هدول قديرات اللي بالفعل هدول يعني ان بنرفع راسنا فيهم. ولذلك وانا دائما بقول مش كل من يتعلم هو لا في امهات مش متعلمات والله بيراقبوا البيت وبنظموا البيت اكثر ممكن وفي العكس ايضا. ولذلك احنا بهمنا انه ندير بالنا اولادنا نراقب أولادنا نتابع أولادنا إذن ما نضلش نوفر كل شيء زي كل ما بده الولد خلاص بدي وبدي لا لا تفضل سامع. إذن المراقبة شيء والمتابعة. أساسي والمتابعة سواء معلنة أو غير معلنة مع يعني لا أدري الرأي الأصح في أن تكون يعلم الطفل أو الطالب أنه هو يراقب أو يعني أنا سأراقب بليفونك أعطيني أن يكون تحت المراقبة. في بعض مما تكلمت به أستاذ أبو أسعد على فيسبوك يقول شادي أو زايد نعم نعم زايد حسيبة حسيبة لو سمحتم برضو في حق على الأهل لأن بعض الشباب لا يعلم حرمة الأفلام الإباحية. في إحدى المرات بتكلم أنا وشاب بسأله بتصلي حكالي نعم لكن بنفس الوقت عنده 3000 فيلم إباحي على قوله على اللابتوب ولم يعلم أن الأفلام الإباحية حرام. يعني هنا يقول أنه الأهالي بيعرفوش أنه حرام بالتالي بوجهوش أنه هذا حرام. لا أدري أين هو من عالم المعرفة في بصليش إذا كان بصلي طب بصلي بروحش على الجمعة يعني بسمعش خطب الجمعة مثلا بسمعش درس ما مرش عليه درس لا أدري. نأخذ اتصال آخر حتى نطلع عليهم. السلام عليكم. أهلا وسلام السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسلام من معنا نبيل الشحروري. أهلا وسهلا أخي نبيل. بدي أحكي للي بيعصوا الله وللي بظلم الناس إنه يتراجعوا عن معصيتهم لله وظلم الناس. نعم. لانه بيجي وقت على الانسان انه يندم على اللي عمله ان ما ارتجعش لرب العالمين في وقت الاوان بيجي وقت يندم وينسان الندم. نعم. فياما اخويا ظلموا الناس يعني وشاف حاله انه مبسوط ومسعد. فالمعصية وظلم الناس بتعطي تعاسة الانسان وقسوة قلوب وعدم السعادة. نعم. نعم. وبعيش غير المطمئن طبعا الانسان. نعم. نعم. فبنغروا انهم ايش بعصوا الله وظلم الناس بتلاقي الواحد مبسوط ومتسائل فبيجي وقت على الإنسان إنه يندم على اللي عمله وما ينسى يوم اللقاء. فبنصح كل إنسان بظلم أو بعصى الله إنه يرتجع إلى رب العالمين. لا إله إلا هو. وطبعا طاعة رب العالمين بتخلي الإنسان يعيش بسعادة ويعيش معزز مكرم الله ومطمئن القلب ومطمئن القلب سبحانه وتعالى 100%. نعم الله يبارك فيك. الله يبارك فيك أخي نبيل. ونأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين أهلين. مين معنا؟ بسمة من نعنبطة. أهلا وسهلا بسمة. يعني أنا عندي رأي يعني أنا عانيت من هالإشي. بقول لك مثلا اللي الله تشبه بقوانين الأنبياء يعني حكيهم. نعم. بقول لك البشر هون واحد بتهكم على الثاني بقول له أنت شايف حالك عامل حالك زي النبي. يعني إحنا لما نمشي على خطى النبي بقول له شايف حاله.
يعني هذا العصر بقول لك لازم انت تعمل هيك وتسوي هيك مش شايف حالك زي ما حكوا قوم لوط لسيدنا لوط انهم قوم يعني لوط. كلهم بيعملوا الاخطاء بقولوا مش شايفين حالنا صار شطارة انه هيك مش شايفين حالهم الناس بالاخطاء انه بخطئوا انه مش شايفين حالهم عاملين حالهم انبياء يعني بتحكموا على اللي بعمل حاله زي النبي يعني. للأسف الشديد انه احنا في عصر في منه هذا الكلام لكن برضه في جانب اخر ابيض اخت بسمة نراه طيب ونرى الكثير يقولون ان هذا خطأ وهذا صح ولا ننسى الصورة الثانية التي قلتها وذكرتها في المقدمة بان هنالك من يقفز عن السوء ومن يقفز عن الإباحية وكأنه لا يراها رغم كل المغريات التي يؤهله سنه لها. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معنا؟ احمد الرفيع معك. اهلا وسهلا فيك اخي. من وين؟ من رام الله. اهلا وسهلا فيك. تفضل اخي. حياكم الله استاذ والاخوه الضيوف الكرام. الله يبارك فيك يا رب. يعني الموضوع فعلا يعني جدير بالطرح والنقاش وان شاء الله يكون في فائده للمستمعين جميعا. نعم. بالنسبه للموضوع المطروح يعني انا بتوقع انه يعني من حق الجيل هذا انه يطلع على التكنولوجيا وعلى الجوال على الانترنت لكن الاهم جدا كيف يطلع الاهم والمهم جدا ان نشحن الطفل ويكون لديه تعبئه من قبل اهله من قبل المدرسه تحصين ما هو تحصين. مناسب صحيح. وما هو غير مناسب أحسنت. ما هو محرم وما هو حلال نعم أحسنت. نعم فهذه أرضية فكرية وأرضية ثقافية وأرضية أخلاقية حتى يكون عند الطالب دافع ذاتي ومراقبة ذاتية داخلية فيما هو يختار وما لا يختار يعني رفض ذاتي ما يكون هناك الأهل يعني بيكون جهة مساندة والتدريس المعلم والمعلمة في المدارس جهات مساندة وتوجيهية وإرشادية هي هنا النقطة أخي أحمد نعم. الله يبارك فيك يعني أنت وضع أو فتحت الباب للنقطة التي نريد الرفض الذاتي كيف نصنعه في قلوبنا هذا الإجابة تكون تدريجية لا تكون يعني لا تستخدم القوة ولا يستخدم المتابعة الدائمة إنما تكون متابعة دائمة إيجابية تكون وإنما نعم. يكون هناك التوجيه الإرشادي التدريجي المنزلي الأسري سواء من قبل الأهل أو من قبل الإخوة الكبار الواعين والذين يتحملون المسؤولية في هذا الأمر وكذلك المدرسة جهود متضافرة من دروس المسجد من الأسرة من المدرسة من إن كان هناك جهات تثقيفية ثقافية مراكز وكذلك المسجد يعني في هناك دروس تربوية كثيرة تكون خاصة في الدرس الأسبوعي في الجمعة وغيرها وهنا يكون الناتج الإيجابي تغذية عقلية للطفل أو الشباب في سن المراهقة حتى نوجد الرقابة الذاتية الداخلية نعم صحيح. فمن هذا الجانب يعني ربما لا نستطيع أن نحجز أو نمنع طفل أو شاب يعني في مقتبل عمره عن أن لا يمتلك جهاز ولكن نستطيع أن نرشده ونوجهه وأن نوجد لديه مراقبة ذاتية في الممنوع والمحظور والمسموح كذلك نعم إذن هذا ما نريد أن نصنعه المراقبة الذاتية كما تفضلت بدون قوة بالتوجيه الإرشادي ونأخذ اتصالات وآراء أخرى السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام مين معنا ألو ألو السلام عليكم مين معنا عليكم السلام ربا أهلا يا ربا ربا من نابلس تفضل يا ربا حاب أشارك برأيي بالنسبة للموضوع اللي بتحكوا فيه تفضل طبعا لازم يكون في وازع داخلي اهم شيء انه الشخص اذا ما بده يتصور يعني ما بده يتفرج على هاي الصور الاباحيه لازم يكون في عنده دافع داخلي من جوا بغض النظر اكيد الاهل لهم دور بس دورهم ببلش يتلاشى كل ما هالشخص بيكبر يعني عندنا شباب بيحضروا هاي الشغلات وبيحملوا هاي الصور على الجوالات يعني اكبر مما انهم يكونوا في مرحله المدرسه بالضبط وممكن يكون الاهل ما قصروا معهم في البدايه اخترهم يعني اعطوا اللي بيقدروا عليه وحاولوا يزرعوا صح بالضبط. لكن الا ما يجي رفيق السوء اللي ناقشناه حتى في حلقات ماضيه في منبر الشباب نعم يعني هاي بتكون إشي داخلي عنده وبعدين ليه ما نفهم هدول الصغار لما يبلشوا يكبروا إنه هاي الصور عبارة عن إشي قذر يعني هي عبارة عن قذارة ليش إحنا هدول الناس اللي وكمان بياخذوا اللي هذا اللي بتصور صورة إباحية أو اللي بتصور بياخذوها قدوة كمان وبيقلدوها بشعرها بلبسها بمشيتها يعني هذا كتير سيء للسيارات بس إنه بيحضروها وبيشوفوها بيحاولوا يقلدوها بيقلدوا نعم فهون السيء الإشي الصح إنه لازم
يكون عندنا ثقافة لهدول الأطفال، لهدول حتى الأطفال اللي عم يكبروا، ما هن بيقلدوا الكبار، وبالتالي لازم نفرجيهم إنه هذا الإشي قدر، ما نقرب عليه، ما نطب فيه. يعني أكثر ممكن نعمل نشرات توعية بهذا الإشي، وكمان لازم بعدين إنه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كيف هذا اللي بيصلي إنه بيحضر هاي الأفلام وهو يعني عم بيصلي؟ ولو طب ما هي إشي داخلي عندك مجس حساس بقول هذا صح وهذا خطأ. المهم سلامة المجس، سلامة صحيح. القلب، هذا هو سليم. موضوع حلقتنا، كيف نصنع قلبا تقيا نقيا، المجس فيه سليم يا أخت ربا. المحامية ربا بن نابلس، شكرا لك ولتفضلك بما تكلمت به وأشرت له. ونأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسامي معنا، حابب أشارك في البرنامج. أهلا وسامي. أم عمار أنا. من وين؟ اتصلت الحلقة السابقة. أهلا وسامي. من وين يا أم عمار؟ منطقة نابلس. نابلس، تفضلي. شوف، إذا إحنا ربينا أولادنا على الدين الإسلامي، على الصدق والأمانة والإخلاص والوفاء، فإحنا أم بخير. نعم. ما عندنا مشاكل. فالولد صح لازم يتراقب في كل التصرفات، ونبين له الصح من الغلط، مش نقوله خلاص هذا عيب أو حرام تعمله. طيب منا نبين له الحرام من الحلال، الصح من الغلط. فما مثل ما بزرع الواحد بحصد، بزرع خير بحصد خير، بزرع شر بحصد شر. فأنا حكيت لك إني أنا ربيت أولادي من حالي، والحمد لله ما شاء الله عليهم. يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ما زالت إذن أنت، ما بدنا نقول أم عمار، لأن أنا صحيح غاب عن بالي الاسم، ولكن بقي في ذهني أولادي كلهم قادة. الحمد أنا لله. أم القادة إذن. الحمد لله. واليوم ذكرى استشهاد ابني السنة الثانية. الله أنا بحكي الله. لك من قلب مجروح، يعني كان من الأوائل، كان من يعني ولد تتحسه انه اكبر من سنه في معاملته مع الناس، مع المعلمين، مع المدرسة، مع الحمد لله علم من الله. الحمد لله. أسأل الله ان يتقبله يا معمار، وان يكون تذكرك له ان شاء الله رب العالمين، وقدمتي للجنة باذن الله. انا بيتي جنب المدرسة، يعني بأسف على هالشباب، على هالبنات، هم رايحين على المدرسة، البليفونات عجنيهم، الغناني، مش جيلها، جيل احس انه ساقط للأسف الشديد. والله انه الحق على الاهل، الحق على الأهل. الأهل إذا كانوا مربيين أولادهم مربيين، يعني اسمح لي في هالكلمة. بالتأكيد، وإحنا بحاجة لأمهات، أمهات قادة صانعات. حتى أولادي متزوجين، والله بيرجعوا لي في الأشياء، والله بيرجعوا لي في الأشياء، إنه بيستشيروني في كل شيء، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نتمنى من كل أم، من كل أب، إنهم يكونوا عيونهم مفتحة على أولادهم، مش غلط، لأنه دول ثروتنا في وقت. نعم. عصيب. نعم. وثروتنا، أبنائنا، أبناء ثروتنا. أنا رأس مالي ولادي، أنا رأس مالي ولادي. أنا لما بعيط لليوم على ابني إلي سنتين لأني خسرته، لأنه كان من الأذكياء، فطاحل ومربى ومؤدب من جميعه. ما تقولي خسرتيه، سبتيه عند رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اليوم ذكرى استشهاده. ربنا يرحمه رحمة واسعة، ونلتقي بجنان النعيم إن شاء الله تعالى. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، مين معنا؟ مهدي الخواجة نعلين. أهلا وسهلا أخي مهدي، حياك الله. الموضوع جدا حلو وشيق، وحبيت أشارك أنا. تفضلوا، وإحنا نحب نسمع آرائكم. الله يبارك فيك. ديننا الحنيف دين حلو واضح، فيعني في الأحاديث والسنة وفي القرآن الكريم وضح لنا كيف نتعامل مع أبناء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربوا أبنائكم سبع، وعلموهم لسبع، وصاحبوهم لسبع. نعم. والأساس في هذا الموضوع كله هو الأسرة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع والأم راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. بالتأكيد. فيعني هذه الأمور الأساسات، نحن للأسف الشديد في العالم العربي والإسلامي نفتقد للأم المربية اللي بتنشئ الولد الصالح اللي خلفت صلاح الدين وخالد بن الوليد وخلفت جميع الفاتحين. فيعني أبو سفيان مر بأم سفيان اللي هي كانت لمعاوية، لأم معاوية، فقال إني أرى لهذا الولد شأن عظيم، يعني سيقود قومه. فقالت ليتني أذكره إن قاد قومه، سيقود العالم، وإني أربيه لشيء عظيم. وكان ابن أم سلمة يقول رحم الله أمي أحسنت صياغتي. قيل أنه في معركة من المعارك كان له 300 ولد وحفيد في المعركة. فالأساس الأهل، يعني الأساس القلوب. رسول الله يقول القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. نعم. وجلاؤها ذكر الله.
وفي آية في القرآن تقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. فالذكر هذه الأساسات هي البناية اللبنة الأساسية اللي في التربية، الأم، البيت، مراقبة الولد وين بروح وين بيجي مين أصحاب ابني. على هذا الأساس أنا بنشئ ولد قائد، يعني من مصر زي ما بقول المثل بالفلاح اديك الفصيح من البيضة بصيح. نعم. فالولد من هو مصغر ببين، والمنشأ يعني بكل الشاعر مشى الطاووس يوما باختيال فقلد نشته بنوه، قال يا بني لما اختيال، قال أنت بدأت ونحن مقلدوه، فينشأ الناشئ منا على ما كان قد رباه أبوه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمنها ولد صالح يدعو له. نعم. إذا هذه اللبنة أساسية أولادنا، إحنا للأسف الشديد لا منتابع شو أولادنا بيحضروا برامج المسلسلات التركية خاصة غزت بيوتنا الكورية الكورية والكورية والمتبلجة، فهذه نعم. أساسات التلفاز يا أخي الكريم جهاز أنت نعم. بتتحكم فيه، والتلفون جهاز أنت اللي بتتحكم فيه. الأساس التربية، كيف الولد، كيف انت بدك تقول لابنك تدخنش وانت مدخن من الدرجة الاولى، كيف بدك تقول لابنك تلعب الشدة وانت بالسياعة في القدوة. نعم نعم. هذه الامور لازم الانسان يكون قدوة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. امين يا رب العالمين. ونسأل لبيوتنا، ونسأل الله الزوجات الصالحة لأبنائنا والذرية الطيبة، وأن يبدلنا حالا من خير هذا الحال. آمين. وبارك الله فيكم الله وجزاكم بارك. الله خير. الله يجزيك الخير وبارك فيك يا رب. الكثير من المشاركات الكثير من وعليكم السلام ورحمة الله. الكثير من المشاركات على الفيسبوك، وطارق كايا يؤكد على أن الأمر فيه تقليد أعمى لكل يقلد الآخر من جيله. أيضا يؤكد طارق كايا يقول نحن أسرة ملتزمة جدا، وجدنا الابن الأكبر معجب بالشخصيات مثل عادل إمام ومحمد إلى آخره، من بعد المحاورة أن الجميع في صفه في المدرسة على نفس الحال. سألناه أين محمد عليه الصلاة والسلام وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق، قال موجودون في القلب. هل يكفي هذا الأمر أن يكون موجودون في القلب ونحن متعلقين، يعني تكون صورة معلقة مثلا في القلب؟ هيك أتخيل أنا أنه صورة لهؤلاء الذين يجب أن نقتدي بهم، معلقة صورهم في الحائط لكن نحن نتبع ونقتدي بغيرهم بعد الإمام وبغيره. لذلك لابد أن يكون أبا محمد الوجود وجود سلوكي. نعم. الوجود وجود سلوكي، بمعنى إذا أنا بدي أزرع في هذا القلب ما هو قدوة كنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لابد أن نقتدي به وأن نسير على خطاه حتى أن نؤسس هذا الشاب وتلك الفتاة. لذلك أنا دعني بس يعني أعلق تعليقات لطيفة على تفضلوا فيه، وحتى نضع دائما معايير لصناعة هذه القلوب النقية. إحنا بحاجة لكثير من هذه المعايير، ولعلنا في خلال حلقتنا ويسعفنا إن شاء الله الوقت أن نعزز الحديث عن هذا الموضوع. نعم. نعم. لذلك أنا بدي أتركك تأخذ اتصالك لأنه نعم. من أمريكا حتى من نعم. ما نطيل على مستمعنا ثم نعاود إن شاء الله. نعم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخوان الكرام. نعم. أخوكم في لؤي العماوي من أمريكا، جزاك الله في فلسطين. الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيكم على البرنامج الطيب الهادف. الحمد لله. لي تعليق يعني إن شاء الله أن يكون حادث بإذن الله سبحانه وتعالى. في ديننا الحنيف الحمد لله لا حياء في الدين. لا. إذا كان في يعني وازع عند الوالد والوالدة وفي يعني فهم كافي للدين إن شاء الله، وحب لله حب في الله سبحانه وتعالى لأطفالهم من ينشأ ونشأ صالحة بإذن الله تعالى، بتكون أعتقد يعني وظيفة الوالد إلى حد ما إذا رأى إذا كان هو بتابع حياة أبنائه بشكل يومي ويتدخل فيهم بشكل عميق بعض الأحيان، إذا بلاحظ بعض النزعات الجنسية لأطفاله أو لطفله خلينا نحكي لابنه الولد، فبهذا الحالة ما في مانع أنه يجلس مع ابنه ويفهمه بلغة الطفل ما هي يعني الأعضاء التناسلية، وهذا الشيء ما في حرج أبدا. نعم. وما وظيفته في كيف احنا نستعملها إن شاء الله، وإذا أنا في هذا العمر بوجه ابني لتفريغ الطاقة في مجالات مثل الرياضة فرضا، في مجالات دينية فرضا، أجذب انتباهه إلى الدين. نعم. وإلى الصلاة وإلى التربية الإسلامية، وشجع في حب المعرفة
بالجانب يعني في 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 ديننا وفي تاريخنا الإسلامي. أعتقد أن ابني وحتى في معرفة في نواحي أخرى يعني مجالات علمية خلينا نحكي أفرغ طاقاته وأجهده قدر المستطاع إذا عنده إذا أنا بعرف شو المدى الأعلى للطاقة لابني بجهده إلى أبعد حد ممكن بحيث أني يعني خلينا نحكي باللغة الإنجليزية distract his attention أضيع انتباهه عن هذه عن هذا النقطة. وطبعا ودائما يعني أديم الكلام عليه إنه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أن يكون صاحب في كلامي هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظتنا في الكبر إن شاء الله. وكذلك الأم إذا عندها وعي ديني وعندها يعني تتولى مسؤولية يعني البنت قدرة أنها تتعامل مع بنتها وتفهمها بنفس الموال إن شاء الله ما بيكون في حرج في هذول الأطفال ويكونوا يعني ماشيين على الصراط المستقيم بإذن الله تعالى إن شاء الله. ألا نبتغي يعني من هذا الأمر إلى رضوان الله سبحانه وتعالى والفوز بالجنة إن شاء الله. إن شاء الله نلقاكم بالجنة أخي لؤي، نلقى جميع الأحبة في جنات النعيم إن شاء الله تعالى. ولؤي عماوي من أمريكا شكرا لك ولتواصلك معنا ولحرصك على التواصل دائما. الله يحفظك ويديم عليك الصحة والعافية ويثقل في ميزان حسناتكم يا رب وإياكم. الله يبارك فيك. وأخيرا أيضا نأخذ الأخت جيهان جردات صاحبة الاقتراح بأن يكون أحد اللقاءات عن صناعة القلوب. السلام عليكم أخت جيهان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية أستاذ سامة والدكتور محمد. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. بس كنت أحكي يعني باختصار يعني حتى أترك لكم يعني المجال. تفضل. إنه القلوب هي بوصلة يعني للصغار أو للكبار، هي بوصلة توجه الإنسان. بالنسبة للإنسان يستغل هذه البوصلة لتهديه الصراط الصحيح. أنا بحكي إنه كلمة يعني نصيحة للناس. يعني يوما ما صنعك الله سبحانه وتعالى فبأي قلب تلقاه؟ بأي قلب تريد أن تلقى الله سبحانه وتعالى؟ القلب الذي يسير بطريق مستقيم هو قلب نقي وقلب يكسبه الناس وقلب أبيض لا يعرف الحقد وقلب يعني يختار حتى في العصر الحديث يعني مجال التكنولوجيا لا يستطيع هذا القلب إلا أن يختار ما يهديه. فإذا بدي أنا أختصرها فقط في أكثر الكلمات وأقلها دلالة بأي قلب تريد أن تلقى الله؟ هذه هي يعني نعم لو هذا السؤال يعني يقرع يسمع في كل لحظة. اختصرتي فأبدعتي بصراحة. نعم اختصرتي فأبدعتي أكررها دكتور محمد لأنها فعلا هي ما نريد أن يكون هناك وازع دائم صحيح. صوت دائم كيف نلقى الله بقلب غير سليم صحيح. ونأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا من معنا؟ أم محمد من رام الله. أهلا وسهلا أم محمد تفضلي. والله حابب أنا أشارك يعني وأقدم رأيي مثل ما سبقوا إنهم حكوا قبلي يعني إنه هو الأساس الأم والأب. هو الأساس التربية المتينة للبيت يعني يعني سواء أي عمل بده يكون فيه الطفل هو صغير راح يقلد أمه وأبوه في عملهم. طيب. فإذا الوازع الديني الموجود عند الوالدين فهذا راح يغرز كثير يعني في نفس الأولاد. وهم راح يكونوا القدوة يعني المنيحة للمستقبل لو أولادهم إذا هيك. فأنا مثلا إجي أقول لابني مثلا ما أو لبنتي على سبيل المثال أقولها مثلا لابسة المنديل أو إذا هيك بس ما تحطي مكياج وأكون أنا مثلا لابسة المنديل ومتحجبة وحاطة مكياج تكون قدوة يعني حتى لا نكرر أخت محمد في هذا الموضوع. أريد أن يعني أستشف الرأي تجاه ما قاله الأخ لؤي عماوي من أمريكا. قال أن الأهل عليهم أن يعرفوا أبنائهم يعني يعرفونهم بثقافة جنسية سليمة سليمة ما دام تصدر من الأب والأم. هل بالإمكان أنت كأم أن يعني تصارح أبنائك في هذا الموضوع أن تتحدثي معهم ببساطة حتى أولا تفرغي طاقتهم أو تشتتي انتباههم عن هذا الموضوع بتطبيعه في أذهانهم وتطبيعه في حياتهم حتى لا يكون أمر له هالة خاصة تأخذه يأخذه نحو الفضول سواء الابن أو البنت في اتجاه سلبي بنفسيته وتعامله. عندك استعداد كأم؟ أكيد عندي استعداد. أول شيء عندي من الأبناء يعني 8 الحمد لله ما شاء الله يعني 3 من الصبيان و5 من البنات والحمد لله رب العالمين. يعني تخرج ابن عندي شريعة وفي 2 في الجامعة بدرسوا عندي صحافة وعندي توجيه يعني الحمد لله. كنت أنا أزرع أول شيء الثقة في نفسهم لأي شيء يعني أي شغلة بدهم يواجهوها في حياتهم أو في مدرستهم مع معلمتهم مع إيش هيك يعني يجي يحكوا لي.
ففي شغلات من بين الشغلات يعني كسؤال مثلا انه كيف مثلا الام تلد من اي منطقه مثلا الام تلد وش هيك. نعم. فهذا سؤال يعني مش بسيط انك بدك تفهمها. مش اقول لها مثلا ما يعني ما رحت حكيت لبنتي مثلا انت صغيره بس تكبري بتروحي تعرفي وش هيك، لا يعني في شغلات بسطت لها انا الامر وقلت لها مثلا يعني في كان برنامج دور جابوا كيف مثلا يعني مثلا الحيوانات مثلا البقرة كيف جابوا إنها بتولد. فيعني كان إنه مثلا من المنطقة اللي الواحد بيستعملها للحمام ولا إيش هيك. حسب فئته يعني العمرية وحسب طبيعته وطبيعة تفكيره بتوجه له أنا. تماما. نعم. حسنت. بارك الله فيك يا أخت محمد. ونأخذ اتصال آخر. نعم السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، برنامج ذات القرآن. نعم مين معانا؟ أغلبك بالله إن سامح معك من نابلس. إم سامح، تفضلي إم سامح. الله يحبكم، بحب أشكركم كثير على هذا البرنامج. أنا صراحة جد صرت أتابعه مع دكتور محمد بشارات. الله وسهلا فيك. بحب أحكي أوجه لمحمد بشارات، قال له أنا برسه طبعا عن طريق صفحته على الفيسبوك. بس حاب أحكي له جد، عنده طفل بالروضة وبنت بالصف الثاني. يعني بالنسبة للي بيقولوا مسلسلات وأفلام، أنا بصراحة بقعد معهم وبحضر، حتى لو كان مسلسل تركي الكل بيحكي مسلسلات تركية ومبعدين عن المسلسلات السورية والمصرية. مع أنه تمثيلها بيكون يعني تأثيرها على هذا السن أكتر، بقعد معهم بقولهم أنه ماما هذا عيب، هذا اللي بيصعب، هاي الطريقة إحنا مش لازم نعملها. بفهمهم بوعيهم. هلأ صاروا بس يقعدوا لحالها بنتي بتقولي ماما هذا الإشي عيب، ما بصير نحضره. بحاول أوعيها، بس بدي طريقة اتصال أكتر مع بنتي، اقنعها اكثر ببرامج اللي بتحضرها. مش عارفه يعني شو اعمل معهم صراحه. بس برضه في لي كمان سؤال لدكتور محمد بشارات. تفضلي. بعت لك انا على الصفحه واعطيتني انت بالنسبه لمركز الاستشارات اللي لك. نعم. في نابلس هو موجود؟ انا نعم. صراحه ما بعرفه. نعم في نابلس ان شاء الله. ومن اي ساعه لاي ساعه يعني؟ دوام صباح يعني تقدر تقولي. ان شاء الله حكينا بعد الهواء بعد الحلقه واعطيك التفاصيل، حتى ما يكون هذا البرنامج موجه لي بشكل شخصي. انا دائما بحترم انني في مكان وفي مقام لابد ان اكون يعني نوجه فيه الخير للناس دون ان اوجهه لشخصي بشكل خاص. وبيتك ايضا اخي. نعم انا اعتز بهذه الاذاعه ان شاء الله رب العالمين. الله يبارك فيك. على كل حال اختنا مسامح، يعني ما يمكن ان يفيدك بشكل شخصي ممكن يفيد الاخرين، فيعني الباب مفتوح لان نتفاعل باي امر حتى لو اعتبر الدكتور شخصي، بس احنا بالامكان انه نتعامل ونتعاون عليه ان شاء الله تعالى. ناخذ الاخت رندا قادري، خبيره في مجال التربيه ايضا ميدانيه في هذا المجال. تعالوا نطلع على تجربتها بهذا الاتجاه، باتجاه صناعه قلوب، صناعه اخلاق، صناعه نفوس يعني صحيحه سليمه عند الاطفال. متى تبدا متى تكون؟ السلام عليكم اخت رندا. يعطيك العافية. هلا. الله يعافيك يا رب، بارك فيك. كونك ميدانية في هذا الاتجاه وخبرتك مع الأطفال أو مع الشباب مع المراهقين يعني بهذا الاتجاه، أين يمكن أن نضع الخلل؟ أين نضع الخلل؟ أين نضع يدنا على الخلل؟ أين الخلل في الموضوع؟ أين العلاج؟ أول إشي يعطيكم العافية وشكرا كثير لبرنامجكم، كثير كثير مفيد وكثير ناس بتشكر في برامجكم إن شاء الله إلى الأمام بإذن الله. يا الله يوفقكم. أول إشي أنا بدي أصحح المعلومة إني أنا أخصائية اجتماعية. نعم. بشتغل على لقاءات بعمل في القرى وفي المدارس. نعم. للفتيات والشابات في سن المراهقة وللأمهات في كيفية التعامل مع أولادهم في سن المراهقة. نعم. اللي بلفت نظرنا لما حكينا لما عرفت عن موضوعكم إنه الأهل بيشكوا إنه أنا ابني ما بيخليني أشوفه كيف عم بتعامل مع الكمبيوتر أو إيش فيه بجواله، أو أنا ما بقدر أمسك جوال ابني. نعم. هون إحنا بنرجع للجذور. الجذور إني أنا إذا بدي أصاحب حدا فجأة أكيد ما رح أحكي له أسراري. فالأساس إنه في يكون صحبة بين الأم وابنها أو بنتها، والصحبة ما بتنوجد بعمر 14-15 لما بوعى إنه ابني صار بسن المراهقة. ومش صحبة مؤقتة برضه. والصحبة هون مؤقتة، لكن الصحبة لازم تمتد من أول ما يكبر 6-7 سنين، بدأ يميز أكون قريبة منه القدر اللي يخليه يطلعني على أسراره. نعم. وأنا أكون صريحة معه وأوجهه. نعم. شغلة تانية بدها تصير، في عندي إشي اسمه بعد الصحبة، في إشي اسمه مراقبة ورقابة عن غير مباشرة، في إني ابني لما بيعرف إني أنا ممكن أمسك جواله بأي وقت، وهذا مش ممنوع عليك أم أو كأب لأنه هذا من ضمن اختصاصي
وما في إشي اسمه حرية شخصية، وهذا بس من الغرب أخذناها. بل على العكس، هذا إشي اسمه بمحض التربية، إني أتفقد أحوالي ولادي وإيش في بجيبة ابني وإيش معاه وإيش حامل. هذا من نوع من التربية والرقابة الغير مباشرة. هون ابني دائما بيعمل حساب إنه في رقيب علي، ممكن إني تفتح البيت بغرفة تبعتي بأي وقت وتشوف النت إيش محطوط، ممكن تراجع وراي ملفات وتشوف إيش عم تعمل. عشان هيك ضروري يكون الأم يكون عندها إلمام في أمور الكمبيوتر، في أمور الجوالات، عشان ما تكون يعني بهالمصطلح اللي بتستخدمه زي الأطرش بالزفة، مش عارفة وين ربنا حطتها. فالمفروض إنها تكون واعية لكل حركة، أو ليش إذا بتسكر الباب ساعات، أو بنتها ليش بتاخد التليفون وبتضلها منزوية على جنب. كم مرة بيجي رنة لابني أو لبنتي؟ هذا من أخلاقيات اللي لازم نحافظ عليها في التربية. كمان في هون في حالة ثبت إنه ابني عنده خلل أو عنده منظر غلط على جواله أو مستخدم شغلة غلط، هي للمواجهة هون والحزم في الموضوع ضرورية، وما في أحسن من المواجهة عشان أحسس ابني في إني أنا على علم باللي بتعمله، كما إنه تفرجيه إيجابيات وسلبيات الموضوع. قديه ممكن يتعرض لأمراض، قديه ممكن يتعرض لحالة نفسية سيئة، قديه ممكن تضغطه نفسيا يأثر على دراسته وعلى مستقبله. فهون بتصير المواجهة بعد الثلاث خطوات اللي بناخدها بالبداية. تهيأ لي إنه ما في مجال إنه نقول ساعتها إلا إذا ما بنغلط، قلوبنا بتضل نظيفة. وهون إحنا بنصير عنا نتجه نحو صناعة قلوب نظيفة وطاهرة في حالة إحنا حسننا من سلوكنا. بس ما بيجي السلوك بعد ما تصير المشكلة. أنا بحكي على ثلاث اتجاهات، بداية وسط والنهاية. بارك الله فيك، بداية ووسطا ونهاية. أخت رندا قادري الإخصائية الاجتماعية، نرجو أن يكون في كلامك ما يقع بنفوس الأهالي موقعا طيبا. ويعني أريد أن أبدأ دكتور من عند النقطة التي انتهت فيها الأخت رندا قادري، مع شديد الاعتذار لأخوتنا المستمعين وأخواتنا المستمعات بأننا لا نستطيع الآن تلقي اتصالاتكم حتى نتيح المجال للدكتور للخبرة التنموية في هذا المجال أن يعني نسمع منها ونستفيد. دكتور، المواجهة، تحدثت الأخت رندا قاضي عن المواجهة، يعني قد يكون الأمر فيه يحتاج الأم أو الأب إلى جرأة ليقول لابنه ما هذا، أو أنا وجدت هذا الأمر، ويدخل في الموضوع من باب المواجهة. المواجهة، المراقبة اللي تحدثت عنها الأخت رندا، ما بتدفع الشاب أو المدمن على هذا الأمر، ما بتدفعه يفتش على محل تاني لا يواجه فيه ولا يراقب فيه؟ هو بالتأكيد يدفع، يعني بصراحة إذا ما كان من الأصل كما تفضلت الأستاذ رندا جزاها الله كل خير، إذا كان ما في الأصل بنى جسور الثقة والمحبة والمراقبة وكله من الأول، سيكون هذا. لكن السؤال المهم اللي تفضلت أنت فيه، إذا كان هكذا ماذا أفعل؟ أنا صراحة بدي ألخص المعايير وهامة جدا في موضوع المواجهة تحديدا. نعم، بس أرجوك أدخل في نقطة يعني ربما تكون ضمن الحديث الذي يجب أن يستند إليه. عذاب الدنيا لذيذ على الفيسبوك، من يسمي نفسه بهذا الاسم، يقول الأفلام الإباحية نعرف أنها حرام بالملخص، ويقول شباب كثيرين يريدون التخلص منها ومن العادة السرية التي تتبع ما يتعلق بهذه الأفلام، يريدون التخلص منها ولكن لا نستطيع، يعني بيحاولوا بس ما بيقدروا. ولا يعرف كيف، لا يعرف كيف بالضبط. الطارق كايه بينكر على هذا الجيل بأنه يستطيع أن يستوعب وأن يفهم مهما عملت معاه، بقول لك دام من طين ودام من عجين. فما بعرف، يعني السؤال نرد نرجع عندك، ماذا نفعل؟ طيب احنا نأسس نرد نعيد الحديث الصحيح، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، في حديث مواجهة، المواجهة حتى لا أجي أحكي الذي يبلى في هذا الموضوع كيف يتخلص، أكيد في مهارات وراح أتطرق للموضوع. لكن في موضوع المواجهة وبدي الأهالي ينتبهوا تماما، أنا لما بواجه ابني إنما أبني بينه وبينه ثقة، وأنا لما بواجهه ما بدي أنا أفضحه وما بدي أجرحه بقدر ما بدي أوجهه وأحتضنه وأنا أصحح خطأه. يعني ليس الهدف من المواجهة إني أنا يعلى صوتي عليه، ولا الهدف إني أفضح بين إخوته، ولا الهدف إني أعيره أو أبتزه أو أستفزه أو أكسر بخاطره، لا.
أو يكون سبب لأن أرهقه ضربا. إذا تماما ولا ما أدمره فعل. نعم. أو أستبد معاه في النهاية سيتجه تلقائيا وسيأخذ الموضوع عنادا في هذا في هذه القصة. في هذا المقام لابد أن أواجه، والمواجهة ضرورية. كيف تكون؟ أولا المواجهة لابد أن نكون مصارحين مع ابننا. تعال إيش هذا؟ تفضل أسأله، ثم أسأله على البعد الديني. ما بتعرف إنه حرام؟ على فكرة قد يكون الابن ما بيعرف، قد يكون ابن يعني بعض الآباء يفترضوا إنه أبنائهم بيعرفوا كل شيء. إذا أنت ما غذيت ابنك ما تتوقع إنه يتغذى من الشارع ويأخذ معلومات. فقد يكون ما بيعرف. إذا ما بيعرف أنا بدي أعلمه. زي ما حكى زيد حسيب على صحيح، لأنه هو مش عارف، يعني هو يصلي ولا يعلم أن هذه الأفلام اللي بحيه حرام. بدي أواجهه، أبدأ معه ما بيعرف، أوجهه أنه حرام لا يجوز. طيب قلت لي لا يجوز وحرام، واجهتني وقلت لي يا بابا وعدتك ما عدش. طب أنا شاب وأنا فاير، واللي شفته مش طبيعي، واللي بشوفه بالشارع مش طبيعي. طب انت منعت عن الافلام، انت روح شوف الشوارع يا دكتور محمد. يعني يقال لي دائما روح شو بصير، يعني انت بتقول لي يعني الله يعيننا ما احنا. صحيح. اذا دائما هل هون سانتقل بنقطه كتير حساسه. اذا انا واجهت، سالته، عرفت رايه، وجهت، بينت له الحرمه، ثم لابد ان اعطيه البديل. اذا انا ما وجدت له بديل، بصفي اني قاعد بنظر على ابني اخلاقيات وقيم، وبنظر عليه سلوكيات، وبنظر عليه هالمحبه كلها. انا الان بدي اوجه ابني توجيها واضحا ما هو البديل. وهذا السؤال الخطير. البديل لما بقول الصحه والفراغ مغبون فيهما كثير من الناس، بمعنى لابد ان اوجهه لنشاط رياضي، لابد ان اوجهه لنشاط تطوعي، لابد ان استثمر وقته انا كاب وكام، وياتي دوري انا كاب وام. ما اركن على ابن لحاله لانه اي عماوي. الاوقات الفراغ اللي ضايعه اليوم مع الاولاد، اليوم الابناء انا بزور في مدارس طلاب وبشوفهم دائما بتحدث لهم ما هو هدفك، ايش حاب تكون، شو حاب تترك بصمه لهذه الامه، شو حاب تترك بصمه لفلسطين، لدولتك، لإلك. البرفع ايديهم لما يكون 200 و300 او 100 او حتى 50 بتلاقيهم 3-4%، وهي نسبة ضئيلة، أو 5% أو 10%، وهذه نسبة بتخوفنا. إذا غياب الأهداف. لذلك أنا بدي أوجهه إني أول شيء أوجد هدف لابني من خلال إنه إيش أنت حاب تكون يا ابني، وإيش حاب تكون، وأنا أبدأ من الآن أطور الموهبة اللي عنده، هذا الشيء اللي بحبه أعمل موهبة، أنقل الموهبة لمهارة، ثم أنقل المهارة لاحتراف. زائد لابد أن يكون هناك نشاط، نشاط اجتماعي قيمي سلوكي بين الناس. لابد دائما أن أغذيه روحانيا، لأن الروحانيات هي التي تهذب. أبا محمد أنا ابني ما بظن أنظر عليه، قلت لك مهم جدا، وهذه دائما قاعدة تربوية، أبناؤنا يفعلون ما يرونه لا ما يسمعونه. يعني لو الأب ظل ينظر على أولاده من هون لمئة سنة على الفاضي، إذن منطين وإذن نوعين ما برد. نعم. التنظير ما بزبط. بدي إشي على الأرض على الميدان. نعم. إذن أنا بدي أشركه بأنشطة. بدي أجيب له أفكار، باجي بقول له اقرأ، ما أنا كأب أقرأش، بأخرح أنا وياه على المكتبة، باجي بقول له تعلم، وأنا مش بتعلم كأب ومش مطور حالي، ما بزبط. إذن أنا بدي أكون قدوة لإله، أنا بدي أكون المبادر معه، وبدي الآن هذا فراغ أوجهه. أنشطة شبابية، أنشطة رياضية، مجتمعية، خيرية، إيش ما بدك سميها، ابدأ اشركه. لا تدع له وقتا للفراغ، قيد أنمله. هذا الشاب الثائر، هذا الثوران الجسمي والصحة، هذبه بالرياضة، فرغ له إياه بالطاقة، سلة، قدم، كاراتيه، إيش ما بدك، لكن لازم إنك تهذبه، لازم إنك توجهه. حتى هذا الطاقة لما أنت تفرغ له إياها بيكون هو هادئ لطيف. إضافة لكل اللي تحدثنا فيه، البعد الديني والأخلاقي. لأنه في النهاية إذا أنت عززت وبينت له الحرمة وضعت عنده الفلاتر، سيكون كما تفضلت الأخت الفاضلة وقالت إنه أنا بنتي بالروضة وبتطلع على الفيلم التركي، لكن أنا دوري الآن أوجه، دور بقول لها هذا حرام وهذا لا يصح، هذا غير سلوكنا، هذا غير مش من قيمنا، هذا مش من أخلاقنا. تصبح البنت تقول لها ماما طب ليش أنت قاعد عليها، ماما أنا ما بدي أقعد عليها، ما زال حرام حرام نقعد عليها، ماما بصيرش. إذا ببدأ أنا أوجه ابني، وهون بستغل وبستغل الفرص. كيف أرسل الرسالة الإيجابية لابني بالطريقة الصحيحة؟ كيف أرسل له إياها بالطريقة الحب القلوب، بالطريقة اللمس اللطيفة وليست بالإكراه. ثلاثة مدمرة للعلاقات، أرجو الأهالي وأباء يسمعوني، ثلاثة مدمرة للعلاقات. يا ما قلت هذه الكلمة وما زلت بقولها، النقد واللوم والمقارنة، هاي مدمرات العلاقات والتواصل بين الأباء والأبناء. هذه تدمر القلوب ولا تجمعها، تفرقها ولا تقربها. والله يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهذا خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خطاب للأنبياء، يا أنبياء لو كنت فظيظي القلب غليظين ما قرب الناس إليكم. فما بالك أب وأم بده يكون فظاظة لسان وغلظة قلب. ليس المؤمن بفرحة
الفاحش ولا المتفحش والبذيء. المؤمن لابد أن يكون لسانه رطبا، لسانه كلمة طيبة، لسانه كلمة إيجابية حتى يبني علاقة رائعة مع أبنائه. إذا أنا بدي أشتغل على هذا الموضوع حتى أعزز القيم مع أولادي، حتى أكون قريب من هذا القلب، حتى يصنع على عيني هذا الابن، حتى أثقل هذا القلب وأن يكون ملآن بالقيم والأخلاق. أنا بدي أكون هون قدوته، بدي أكون أنا هون أعبيه وأكون شريك معه. ما بينفعني تقول لي شو بتعمل لأولادك، بقول لك والله كل طول النهار أنا يا دكتور بشتغل، ما أنا بشتغل لأولادي. شو بتعمل لأولادك؟ ما أنا طول النهار بنظف، بنظف لأولادي. لا يا عمي مش لأولادك، معلش أولادك ما هذا الذي يريدون. الأب صحيح أنت بتتعب الله يعطيك العافية مشان تجيب لقمة عيش وكريم لأولادك في ظل واقع صعب، لكن لابد أن تكون قريب لأبنائك، تكون قريب لأبنائك بالقبلة والحب والحوار والدفء والعاطفة، قريب في اللعب في الملامسة في الملاطفة، قريب يشوفوك شو بتعمل كما الأم، قريبة في السلوك، قريبة في الأخلاق، قريبة تكوني قدوة، تكوني مش عند الجارات، مش بالقيل والقال وكثرة السؤال، وما تضيع أوقاتك ولا تضيع أمورك بتتحلمي تحقق نجاح لإلك وما بتنسيش وبتنسي أنه عندك أبناء الله سيسألك عنهم، بدك تروح لي على شغلك وتنجح لي لحالك وبتنسى أنه عندك أولاد بتتركهم لزوجتك لوحدة ما بتقدر. أب وأم هم من يبني. صحيح هناك أمهات رائعات وكمان أباء بيصنعوا من أبنائهم، لكن المهمة بتكون صعبة عليهم. حتى يحملوا الحمل لابد التنين يكون عندهم توازن ويكون عندهم التنين حمل وكتف على كتف حتى يوصلوا بهذا الأبناء لبر الأمان. الأبناء نوصل فيهم بر الأمان بدنا مهارات إضافة كتير هامة. للأمهات اللي واتي بيقولنا إنه إحنا بنعرف إيش أولادنا بيخبوا علينا بيحكوا لناش، معلش يا ماما معلش يا بابا، اتدرب، اتعلمت تتعامل مع الكمبيوتر، اتعلمت تتعامل مع الانترنت حتى تكوني قريبة، اتعلمت تتعامل مع الجوال وتقولش بعرفش، ما تقولش طعميني سمك ولكن قل لي كيف أصطاد. اتعلموا اليوم انت بتستثمري مالك عفوا يعني بحذاء قيمته كذا وكذا وفي طعام قيمته كذا وكذا ويلقى نصفه في سلة المهملات للأسف. لماذا لا يستثمر هذا المال في العقل والتدريب والمهارة والمعلومة والمعرفة؟ ليش اليوم بتطلع على انك تكوني شيك قدام الناس والله ما اجملك وتنسي انك تكوني كمان شيك في عقلك وافكارك وتعليمك وثقافتك؟ كأم لابد ان تتعلمي ثقافة حتى الفيسبوك ويكون لك، يعني انا احد الامهات كنت دائما انا مبسوط منها بتقولي انا لي صفحة فيسبوك وداخل باسم تاني وداخل على صفحة اولاد وبناتك، بعرف تماما شو بيعملوا شو بيشتغلوا من بعيد لبعيد واراقب وامارس دور الواعظ لهم، وبردوا علي على فكرة من الفيسبوك في بعض الاحيان اكثر ما يردوا علي فيس تو فيس وجه لوجه. فقديش انا بدي اكون حساس ولطيف كأب وكأم في المواجهة لكسب القلب. احنا كل حديثنا كيف نكسب هذا القلب الرقيق، كيف نكسوه حلة الايمان، وكيف نملأه بهذا الايمان؟ بده يكون سلوك. لا يمكن الكلام، دائما الدكتور ابراهيم الفقي رحمه الله كان يقول دائما بدك تحكي انقل كلامك للسلوك الى الفعل، افعال ليس اقوال. لانه لا يمكن انك تضلك تنظر ما يكون اشي على الارض حتى الطفل يتعلم ما هي المهارات. والحديث يعني موضوع من اهميته انه احنا بحاجه كثيره مهارات كيف نمارس كيف نتعامل مع ابنائنا. ولعلنا ابا محمد يعني وهذا ان شاء الله سيكون جزء من اهدافنا المستقبليه اذا ربنا احيانا وتم علينا الخير، ان يكون جزء من 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 دوراتنا او من دوراتنا البرامجيه الحديث تحديدا عن موضوع الاسره وبصميمها بافعالها باقوالها حتى نكون قريبين جدا من الواقع والميدان ونكون نضع الامور السهله. انا ما بحب دائما فلسف الامور، بحبها كمان دائما يكون من القلب الى القلب. انا اب وعندي اولاد وشايف وانا في النهايه في المجتمع عايش، كل ما اعطيتني الامور بسهولتها وبلطافتها كل ما دخلت قلبي كل ما امتلأت في هذا القلب والفؤاد كل ما كانت سلوك مطبق على الارض حتى نكون قدوات. نمشي على الارض. وكما ذكرت عائشه كان سلوكه القران صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وليس القدوة يعني في أن أكون متدين أو أحمل دين فقط. الصحيح ممن ضبط في جوالاتهم الكثير من الأفلام والصور الخلاعية هم من بيئة متدينة، هل هذا يكفي؟ لا، يعني لا يكفي البيئة، يكفي إنما كمان القرب. وأنت تعرف يا أبو محمد مفيش حدا سامعنا غير المستمعين، بكون هو متدين بس ملته، بتكون هي شيخة الأم متدينة بس ملتهية، ملتهية في دروسها وملتهية بوعظ الناس ونسيت أولادها، فقط بتركز على بنتك البسي وضبي شعراتك وضبي شالاتك وما يطلعش حدا وما يعملش كذا، تطلعي على المظاهر وتنسى القلب. احنا ليش بنحكي صناعة قلوب؟ لأنه الأم تطلع على بنتها تكون محجبة ومية المية بتعمليش حواجبك هذا من الدين وتعمليش كذا وهذا من الدين، ولا تكون الأم قريبة القلب من القلب. وهذا اللي بيصير. انت ليش بيصير عندنا سلوكيات هذه الأخطاء؟ ليش هاي الأخطاء بتكون رغم انه مش كل المتدينين هيك، كثير من المتدينين مسائل رائعين وسلوكهم رائع، لكن البعض اللي بعطي الصورة السلبية يكون هو نسي انه يكون قريب من القلب. هو قصة فقط يكون شكليات ومظاهر، لا، كن قريب،
كن قريب من هذا القلب، كن قريب من ابنك حتى تصنع، لأنك في النهاية أنت قدوة. نعم. ومن حمل لواء التدين ولواء أن يكون يحمل لواء الإسلام بده يكون متدين ويعرف أهمية هذه المسؤولية وبده يتحملها ويدفع ثمنها ويكون مراقب مراقب، لذلك يكون سلوكه على الأرض ويكون قلبه مع قلب ابنه وقلبه مع قلب زوجته وأولاده حتى يكونوا قلوب إن شاء الله متراصة مليانة إيمان وقوية. أبا محمد آمين. مودي بو على الفيسبوك بيقول: مع كل أسف ما يحدث في المحلات والمقاهي والمقاهي الإنترنت والمنازل وعبر الأثير أكبر بكثير بكثير مما ينشر أو يعلن عنه. صحيح. فعدم الحديث عن المشكلة لا يعني بالضرورة عدم وجودها، ولربما فضل البعض عدم التعرج أو العروج إلى مثل هذه المواضيع بحجة أنها قد تفتح آفاقا أمام البعض لهذه الممارسات الشاذة أو قد تفضح بعض المسائل الذي يرغب البعض في بقائها سرا، إلا أن الأفضل تستر والتخفي هو عرض المشكلة إيجاد الحل الناجح لها، وهذا ما نفعله وهذا ما قلناه يا ميدو أو مودي ما قلناه في بداية اللقاء. أنا أجد عزي إيماني باسم عزي إيماني المشترك يقول: أنا أجد أن أكبر سبب لوجود هذا الجيل على ما هو عليه هو الصحبة. أعرف شخص من أسرة ملتزمة وهو يعتبر أنه ملتزم، تفاجأ أهله أن لديه فيديوهات وصور على جواله، اكتشفته أخته الصغرى وهو ينظر إلى هذه الصور على النت، ووجه من أهله على ما يفعل، وبعد ذلك قال أنه ندم ولن يرجع إلى ذلك. بعد فترة أصاب هذا الشاب حالة نفسية صعبة جدا، كانت بدايتها الشرود بصورة كبيرة وتطورت حالته بعد ذلك بدرجة كبيرة. أخذ إلى طبيب نفسي وأعطاه طبعا الطبيب دواء ليعرف النوم ويقلل من توتره، وكان يردد الاستغفار بدرجة كبيرة بعد جهود كبيرة صارح أو بعد جهود كبيرة صارح أباه المصارحة كما ممكن أن نقول. طبعاً تخفف لأنه بصير هذا الطفل لأنه هو مربع على قيم الدينية. لما طبعاً نحن أطفال وشباب. طبعاً كل المبليين. تمام. كل المبليين. أسأل الله الثبات. نعم. أسأل الله الثبات. لأنه هو يعرف أنه مربع على قيم الدينية، سيكون عنده اليوم الحديث الداخلي لأنه هو سيلوم نفسه. هذا اللوم سيقع في الاكتئاب والحديث الداخلي، سيضع عنده رهاب، سيضع عنده خوف. كيف أهلي سيرونني؟ طب أنا أهلي شايفيني إنسان حافظ قرآن، إنسان سلوكي طيب، إنسان رائع، ثم أطبق ما عكس ما أرادوا مني. نعم. سيكون يتفاجأ مني، ممكن الأم تنصدم، الأب يصدم، فيكون خايف إنه أبوه وأمه يصدمه، فيدخل في حالة الاكتئاب. نعم. النفسي، وأكيد سيكون بحاجة لعلاج وبحاجة لتوجيه، وقد يكون في بعض الأحيان بحاجة لدواء. نعم. نحن الآن أمام دقائق أخي محمد ثواني في المخ في الإخراج بكلهم محمد بانا رضي الله عنه وأرضاه. يعني يجب أن نجيب عن تساؤل زيد حسيبة: متى ستقولون ماذا نفعل إذا وجدنا أفلام إباحية أو إذا وجدت أفلام إباحية عند أطفالنا؟ وجدنا أفلام إباحية في جوالات أبنائنا، شو نعمل؟ ومهارة إذا سمحت كمان دكتور ممكن تجملها مع بعضها، مهارة التخلص من مفسدات القلوب ومن التخلص من الميل إلى هذه الشهوة. طيب بصراحة خلينا نحن نعملهم في نقاط حتى أخونا حبيبنا محمد منى المخرج والمتابع لنا يعني في الإشراف تكون أنت معنا، أعطينا لحظات ونقطك وسنكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وجدنا فيلم إباحي، قلنا الأصل من الأساس أن يكون هناك صفاء والابتداء. وجدنا الفيلم، لابد أن نواجه، لابد أن نحاور، لابد أن نضع الوازع الديني، لأنه قد يكون المشكلة، قد يكون الخلل صحبة سيئة وفاسدة، قد يكون الخلل إسقاط، وقد يكون الخلل أيضا موجه أنه يدمر هذا الطفل، وقد يكون خدم عدم معرفة، قد يكون الخلل شهوة. طيب وجدت، أبدأ في العلاج. العلاج رياضة، ثقافة، الصحة والفراغ لازم أضيعهم، لازم أبدأ أشتغل عليه أن يكون موجه، يكون في دور في المجتمع. كمان لازم دائما أعزز الوازع الديني والداخلي حتى أجدد هذه البوصلة كما قال جهاد رضي الله عنه وأرضاها، بناء القيم عند أطفالنا وبناء قناعات دينية قوية. وهي بدها بالخبرة وبدها بالممارسة من خلال القصة ومن خلال الموقف ومن خلال القرب ومن خلال القرب والحوار والحوار العاطفي بين الآباء والأمهات. وبدنا تدريب سلوكي، يعني لما أب يحكي له عن هذا الموضوع بده يحكي له كيف يعني يطبق معاه ويكون هو مرشد لإله. لما يروح على المسجد يكون الأب معاه، لما يقول له صلي يكون الأب معاه، لما يقول له قوم الليل يكون الأب والأم موجودة معه، حتى يكون سلوك مطبق على الأرض. أبا محمد، كمان التعبئة الدينية لها دور فعال في تحصين هذا الإنسان وفي مقاومة هذا الفحش. حتى نذكر يوسف عليه السلام قال: معاذ الله إني أخاف الله. هلا هذا التحصين عند يوسف عليه السلام كيف بناه يعقوب عليه السلام؟ بناه في ابن مربى تربية صالحة وصحيحة. لما دعي من تلك الامرأة قال: إني أخاف الله، معاذ الله، حصن نفسه، ابتعدي، ربي أحب السجن وأحب إلي. تخيل أراد سجن وفتنة أخرى غير فتنة النساء، لأنها فتنة لئيمة وفتنة مؤلمة وفتنة تضيع الدين وتضيع كل شيء الإنسان الذي يحصل فيه، لأنه في النهاية مهمة طبعا من خلال النصح
والإرشاد ومن خلال الحوار والقناعة مهمة جدا. وخفض الجناح للأبناء الذين يقعون في هذا الموضوع. اخفض جناحك لأبنائك، أرجوك ما تكون قاسي، لعله وقع في هذا الخطأ. هو ما ارتكب يعني كبيرة الكبائر ولا زنا، إنما هو وقع في معصية عظيمة، لكن لابد أن نكون نخفض جناحنا وأن نكون قريبين منهم، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تصحح المسار لأبنائك، وتذكر أن الكلمة الطيبة صدقة، وتذكر فإن الله يحب الرفقة في الأمر كله، وما بالك في التربية، وما بالك في صناعة القلوب، وما بالك في ابنك اللي هو فلذ كبدك وهو قلبك الحقيقي وهو نبضك الصحيح، أن تكون قريب منه حتى تصحح المسار لأبنائك، وأن تبدأ في العلاج حتى إن شاء الله نتخلص من هذه الآفة ونصنع قلوبا نقية تقية قريبة من الله بإذن الله تعالى. يعني إضاءات نختم بها إن شاء الله. قال الجهان: بأي قلب نلقى الله؟ دائما هذا يقرع في نفوسنا. مدبو على الفيسبوك يقول: لنعلم أن هذه المعصية تسقط العبد من عين الله، وأنت قلت اخفض جناحك لابنك المبتلى وواجهه برفق، وهذا ما أكدته الخبيرة أو الأخصائية الاجتماعية الأخت رندا قاذري بأن نواجه. فعلى هذا مما علمنا يعني نهتدي ونقتدي بإذن الله تعالى. الله. في الحلقة المقبلة سيكون موضوعنا دكتور صناعة الإتقان. صناعة الإتقان. وإذا أردتم الموضوعات السابقة بإمكانكم الرجوع إلى موقعنا على الإنترنت www.quran-radio.com، ستجدون جميع الحلقات التي تحدثنا فيها والموضوعات التي تحدثنا فيها موجودة هنالك. نأمل أن نتلقى تعليقاتكم واقتراحاتكم حول الموضوع، ونشكر جدا كل من ساهم معنا في صفحة تفاعلية على الفيسبوك، ونعتذر لمن لم نتمكن من قراءة تعليقاتهم، كذلك نعتذر لمن لم نتمكن من تلقي اتصالاتهم. نلقاكم مجددا الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، والشكر موصول لك دكتور محمد. رضي الله عنك وارضاك، إن شاء الله تقبل جميعا. الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت أجمل، المجد للإسلام، المجد للإسلام، المجد للإسلام، المجد للإسلام. في ساحة الرجولة نمضي إلى الأمام، فقدوة البطولة خير بني الأنام. في ساحة الرجولة نمضي إلى الأمام، فقدوة البطولة خير